كنظن بان الناس اللي كيسيرونا ما كيعرفوش الجيل ديال الخمسينات، الجيل اللي رد محمد الخامس الى عرشه. المغاربه راه ما خافوش حتى من هتلر، كتعرفوا ولا لا؟ عرفوا بان المغاربه هما من المحررين ديال اوروبا. كتعرفوا بان المغاربه راهو ما كانوا كيحرروا المغرب واوروبا. تعرفوا بان المغاربه عمرهم ما خدعوا هتلر والمانيا. حنا واحد الجيل ما كنخافوش. علاش ما كنخافوش؟ قناعة، لان عندنا تربيه اسلاميه. الله اللي كيرزق، الله اللي كيعطيك، الله اللي كيعتقلك، الله اللي كيمرضك، الله اللي كيداويك، الله اللي كيزوجك، الله اللي كيعطيك الاولاد، الله اللي كيجعل حد لجميع العلاقات. بشر ما عندهم ميعدك يزدو عشرة ثم معايا. انا لا اؤمن بالبشر باش نبدا نخاف منه، لا اؤمن الا بالله العزيز القدير. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.